اهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الامكانيات الخرافيه جدا لبيكسبي، فعلا لا يقارن باي مساعد صوتي ولا جوجل اسيستنت ولا سيري، لا يقارن باي شيء، وممكن فعلا تتحكم في كل تفاصيل الجهاز بلا استثناء بدون ما تلمس الجهاز اطلاقا. اول حاجه اقول لكم ازاي نزلت بيكسبي. انا معايا الجهاز اس 8 بلس، دخلت على الجالاكسي ابلكيشن وبعدين اخترت من فوق، اخترت الثلاث نقط اللي فوق، دخلت منهم على الاعدادات، عفوا على ماي ابلكيشن اول واحده، واخترت منها ابديت. من ابديت طلعت لي طبعا دلوقتي مفيش ابديت، بس طلعت لي ساعتها القايمه دي عملت لها كلها ابديت، وهو ده اللي خلى البيكس بي يشتغل. طيب تاني حاجه، فين بيكس بي موجود؟ موجود هو بثلاث طرق، يا اما تقول هاي بيكس بي، اوكي، يا اما اصغر الشاشه وادخل شمال خالص على الاخر هلاقي ان دي اوبشن للبيكس بي، ممكن اقفله وافتحه من هنا، وتالت حاجه من الزرار طبعا المعروف على الجنب. فين المساعد الصوتي للبيكس بي؟ هو الرسمه اللي هي دي، الرسمه اخر واحده على الشمال، ده كده معناها ان المساعد الصوتي اشتغل عندك. حاجة تاني هم عاملينها، بس قبل ما ندخل في شرحه، ان هم عاملين مثلا حاجة اسمها ماي بيكس بي، هاي بيكس بي، اوبن ماي بيكس بي، اوكي هير يو جو. طيب هم عاملين حاجة اسمها ماي بيكس بي، منها عاملين حاجة فوق اسمها اكسبيرينس، اللي هي دي الاكسبيرينس، والليفل 5، انا في ليفل 5، مش عارف هم عاملين حاجة كده ان انت كل ما تتكلم اكتر تجمع اكسبيرينس اكتر، ويبدأ يفتح لك اوبشن اكتر، زي انه يفتح لك انت تغير الخلفيات ويفتح لك حاجات كتيرة في الجهاز، عاملينها كأنها لعبة، كل ما تتكلم اكتر هو بيتعلم منك، فبالتالي بيدي لك امكانيات اكتر. اوكي، مش عارف ليه عاملينها كده ومش فاتحين كل الاوبشن من البداية، بس مفيش مشاكل. ده ماي بيكس بي بيقول لك ايه اللي ممكن تعمله في الجهاز، كمان هو اوكي بيقول لك ايه اللي ممكن تعمله في الجهاز، هنرجع له كله بتفاصيله. طيب اول حاجه ان انت ممكن تفتح الجهاز من غير باسورد ومن غير بصمه ومن غير قزحيه العين ومن غير بصمه الصباع ومن غير اي حاجه، بالبيكس بي ببصمه الصوت بيفتح الجهاز، وده شيء قوي جدا ما ظهرش قبل كده في اي مساعد صوتي. بنعملها ازاي؟ ان احنا ندخل على بيكس بي من الاعدادات. اوكي انا دخلت على الاعدادات، دي كلها مبدئيا، دي كلها كل اللي تحت ده، دي القائمة الجديدة اللي ظهرت معايا بسبب المساعد الصوتي. فين ان احنا نفتح الجهاز بكلمة سر؟ ده الاختيار اللي خلينا نفتح الجهاز بكلمة سر، unlock with a voice password، فتح الجهاز بكلمة سر صوتية، لما ضغطت عليها طلب مني الباسورد بتاعت الجهاز العادية. اوكي طيب، فانا هعمل delete voice وهبتدي، انا عملت ديليت فويس وهبتدي افتحه تاني من الاول. بيقول لك ان انت هتفتح الجهاز بكلمه السر الصوتيه، اوكي كونتينيو، كرييت ا فويس باسورد، قول كلمه سر، مثلا انا هختار كلمه سر صوتيه، ويلكم بيكس بي، اوكي بيقول لي هي دي مظبوطه فعلا، كونتينيو، ويلكم بيكس بي، I'll call you when the alarm rings. I have set a reminder to set a message to mom. اوكي اللي حصل ان هو طلب مني ان انا اقول كلمه السر، اوكي يور فويس باسورد سيت، اللي حصل ان طلب مني ان انا اقول باسورد مرتين، وطلب مني ان انا اقول جملتين مختلفتين علشان يعرف بصمه صوتي نفسها. بعد كده لما تحب تفتح الجهاز بكلمة السر الصوتية هتقول له unlock my phone، لما تقول له unlock my phone هيقول لك ايه هي كلمة السر، فتقول له كلمة السر اللي انا قلتها welcome bixby. انا مش هقدر اعملها بس دلوقتي عشان الفيديو ما يفصلش. ندخل على الامكانيات الخرافية لبيكسبي. مثلا ممكن اقول له find my photos in Cairo، عفوا hi bixby find my photos in Cairo، looks like I found 47 pictures. اوكي فتح لي صوري في القاهرة مثلا، مش بيجيب أي صور. ممكن كمان نقول له scan this is hi Bixby
scan this business card and save it to my contact. All right, scanning it now. احنا ممكن نخدعه. نحط له كارت الانجاز. I can't seem to do that. اوكي، اللي احنا عملناه ان احنا قلنا له هياخد نسخه من بيزنس كارد ويحطها اوتوماتيك في الكونتاكت عندي، فانت مش محتاج ان انت تمشي بالكروت الشخصيه بتاعت الناس، خلاص هو ممكن يعمل لها سكان ويحطها في الكونتاكت. انا حتى ما عرفتش اخدعه ان انا ادي له بيزنس كارد مش صحيح. ايه تاني ممكن نعمله بيكسي بي؟ ممكن نقول له هاي بيكسي بي، ابديت اول ماي ابلكيشن ان بلاي ماركت. لاحظ انه بيفتح بلاي ماركت ويدخل على الابليكيشن ويدور اذا كان في حاجة مش معمول لها ابديت. انا عندي كله ابديتد، يعني من غير ما تلمس. اوكي، وبيقول لك كمان كل الابليكيشن ابديتد اللي عندك. ممكن مثلا اقول له هاي بيكسبي. من الحاجات الجميلة جدا في بيكسبي، طبعا احنا بنقول انه ممكن يتحكم في الجهاز تماما من غير ما تلمسه، فممكن مثلا اقول له هاي بيكسبي show me notification bar. Sure thing. Here are your notifications. طيب، فتح لنا قائمة الإشعارات. لو افترضنا ان احنا مثلا عاملين برينت سكرين وعايزين بيكسي بي يمسحها من قائمة الإشعارات. اوكي، انا كده عملت برينت سكرين وممكن ادوس على الزرار ده show me notification bar. Okay, here are your notifications. Clear all notification and notification bar. Done. All notifications have been deleted. بتلاحظ ان انت اوكي، ممكن كمان نقفل النوتيفيكيشن بار. هاي بيكسبي. Close the notification bar. Done. The quick panel has been closed. اوكي، يعني من غير ما تلمس الجهاز خالص. ممكن كمان بتهريج نشوف ممكن ازاي نهرج مع بيكسبي. هاي بيكسبي، Do you love me? As a friend. كصديق. اوكي، نجرب مرة تاني. هاي بيكسبي، Tell me a joke. قول لي نكتة. Nostalgia isn't what it used to be. Now it's a color filter on your photo app. اوكي، يعني لو انت مبسوط وبتدور على حد يضايقك او يقول لك نكت بايخه، ممكن بيكسي بي يساعدك في الموضوع ده ويضايقك. اوكي، ممكن كمان نقول له هاي بيكسي بي، شو مي ريسنت ابلكيشن. فهو بيظهر لك. Here's the app. هاي بيكسي بي، close all application and recent application. Okay, I open the app. فتح برنامج. Okay, hi Bixby. Close all open the application. Sure, I've closed all our recently used apps. تلاحظ انه مسح كل الابليكيشن. Hi Bixby. Swipe left. اوكي، دي اللي طلبناها منه من شويه. ممكن كمان يساعدنا في حاجات كتيره، مثلا حاجه كان مساعد جوجل بيعملها. How many calories in banana؟ Okay, here is what I found. اوكي، ما نطقهاش، كان مساعد الصوتي لجوجل بينطقها. طيب، What's 25% of 150؟ The answer is 37.5. في العمليات الحسابية كمان بيساعدك، مثلا كمان ممكن نقول له هاي بيكسبي، تيك ا سيلفي. اوكي، انا قفلت الكاميرا. Perfect, we got the shot. Set system sound to minimum. Got it. We've set. المرة دي فعلا عملها.
ممكن كمان نعلي الصوت. set system sound to maximum. okay. اوكي بيعملها. من الحاجات تاني اللي ممكن بيكسي بي يعملها، احنا مثلا نقول له يفتح الكشاف بتاع الجهاز. هاي بيكسي بي، show me home screen. هاي بيكسي بي، open flashlight. all right. بتلاحظ فوق انه ظهر فعلا انه فتح الكشاف. نجرب نقفله. ممكن كمان اتاكد من النوتيفيكيشن بار. هاي بيكس بي، شو مي ذا نوتيفيكيشن بار. شور ثينج هير. طبعا بتلاقي الكشاف هنا مفتوح، برضو ممكن تقفله من بيكس بي. طبعا انت تتحكم في المنبه وفي الستوب ووتش. هاي بيكس بي، ستارت ستوب ووتش. انا اللي نطقت غلط. Start stopwatch. Looks like it's paused. Okay. Resume. ملاحظ انه من غير ما المس الجهاز خليته يشغل stopwatch. Hi Bixby. Stop stopwatch. Sure, it's paused. ممكن طبعا تعمل ريسيت، وممكن كمان تظبط المنبه ببيكسي بي. فممكن تقول له هاي بيكسي بي، سيت الارم ات 7 o'clock morning. Done. I've set an alarm for 7 o'clock. هو ده الالارم اللي هو عمله. ممكن كمان نقول له سيت ريمايندر. ممكن تعمل تعلمه جملة. حاجة جميلة جدا في بيكس بي ان انت ممكن تعلمه جملة. دي نوصل لها ازاي؟ من ماي بيكس بي. هاي بيكس بي، اوبن ماي بيكس بي. اوكي فتح ماي بيكس بي. من هنا ميك يور اون كوماند. ميك يور اون كوماند، اعمل الاوامر اللي انت عايزها. انا مثلا من الاوامر اللي انا عملتها في خصوص درجة الحرارة، كنت لما بطلب منه درجة الحرارة هو بيجيبها لي بالفرنهايت، وانا عايزها بالديجري بالدرجة المئوية. فقلت له لما اقول لك وات ذا ويذر ناو، طلع علي بالديجري سنتيجريد. وات ذا ويذر ناو ان ديجري سنتيجريد. 2 the sun will be in and out. بتلاحظ فوق، انا مش عارف اوريها لكم، هنا فوق هنا في حاجة اسمها add a quick command. انتوا شايفين صباعي، دي add a quick command. add a quick command هي دي اللي ممكن منها تضيف اللي انت عايزه. هي دي اللي احنا جبناها من شوية. من الحاجات تاني برضو في بيكس بي قلنا ان انت تحرك الشاشة، ان انت تظبط الارم، ان انت تظبط الساعة. ممكن وانت نايم تفتح الموبايل وتسمع درجة الحرارة. فلو افترضنا ان انت نايم اصلا على السرير والموبايل مقفول، هتقول له هاي بيكس بي انلوك ماي فون، هيفتح الموبايل. هاي بيكس بي، واتس ذا تايم ناو. All right, it's 12:45 a.m. فانت وانت نايم عرفت مثلا ان انت صاحي بدري دلوقتي. هاي بيكس بي، سيت ريمايندر افتر 2 اور. Which one? Create a new reminder. Hi Bixby. Create a new reminder after 2 hour. All right, I've saved the reminder for you. اوكي معناها انه بعد ساعتين هيطلع لنا ريمايندر. ممكن تظبط كمان منبه، ممكن تقول له صحيني في وقت تاني. من بيكسي بي تقدر فعلا تتحكم في الجهاز تماما من غير ما تلمسه. حتى لو انت فاتح مثلا انستجرام او فيسبوك، ممكن تقول له انزل تحت، تقول له سكرول داون سكرول اب، من غير ما تلمس الجهاز خالص يعني. وعلشان تعرف هو قد ايه فعلا ضخم جدا جدا جدا، ممكن نجرب حاجه. شو مي ليست اوف يور كوماند. انت
تخيل قد ايه قائمة الكوماند اللي موجودة في بيكسبي. تخيل 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 قد ايه ضخمة، كوماند كتيرة غير منتهية. وعلشان كمان تشوفهم ممكن تعمل كمان سيرش عن كوماند، مثلا انا بدور على حاجة في الكالكوليتور فاكتب كالك طلع لي الاوامر اللي في الكالكوليتور اللي ممكن يعمله لي، دي مجموعة الاوامر الخاصة بالكالكوليتور. ممكن كمان من بيكسبي نفسه، من ماي بيكسبي، اوبن ماي بيكسبي. You got it. Here's من ماي بيكس بي مثلا لو دخلت على برنامج الفيسبوك، مثلا من الفيسبوك ممكن اشوف قائمة الاوامر اللي ممكن، دي قائمة الاوامر اللي ممكن يعملها لي في الفيسبوك. من برنامج تاني في الجاليري هلاقي ان في قائمة اوامر كتيرة جدا في الجاليري في الصور، بس كل دي قائمة اوامر في الصور. كمان بالاضافة لكده زي ما قلنا انت ممكن تعلمه ان هو يعمل اوامر جديدة ليك انت، دي كلها قائمة اوامر بالنسبة للسمارت هوم. لو عندك البيت الذكي اللي بيشتغل بالموبايل، قائمة اوامر في السمارت لايف، انا بس بحاول استعرضها سريعا معاكم. في الانترتينمنت فيديو، يوتيوب، في اليوتيوب ممكن تقول له كمان يشغل موسيقى معينة، مثلا بلاي مشاري راشد اون يوتيوب. بلاي مشاري راشد اون يوتيوب. مش عايز يسمع كويس، نجرب تاني. اوكي okay, here's what I found. فعلا طلع لنا مشاري راشد، مظبوط. يعني ما شغلوش، ممكن انا اللي اختار بايدي، ولكن هو فعلا طلعه مظبوط. يعني انا شايفه رائع جدا، مفيش برنامج قبل كده عمل الامكانيات دي كلها، ان انت تتحكم في كل تفاصيل الجهاز من غير ما تلمسه. اتمنى يكون الشرح عجبكم. اتمنى لو عندكم اي اسئله او استفسارات ممكن تسيبوها لي في التعليقات. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.